حسنات هي في الميزان. حبيب هلا، معك سلف 50 ريال؟ لا. ولا 40؟ ولا شيء. ولا 30؟ لا. مرة هاي أنت، أي شو معك سلف 50؟ لا. ولا 30؟ شو جالس على بنك غرانين؟ أنت قاعد تشحذ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله يا شباب. رحيك. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. أسمركم زينة؟ الحمد لله. إن شاء الله إنه ما في مشاكل اليوم. في شيء؟ إن شاء الله إنه ما في مشاكل يا رب. لا في. لا حول ولا قوة إلا بالله. وش مشاكلكم؟ ما في يوم نبدأ حلقة بدون مشاكل؟ ما أقدر لا نراجع ولا نحفظ. وش ليش؟ شعور مزعجنا، سلف سلف، ما خلى واحد ما سلف. وش تسوي؟ قاعد يسأل كل واحد معك سلف معك سلف، فزعجنا والله ما أعرف. 50 30 40. وش بك يا سعود؟ تبي تسلف من الناس؟ إي طفرانين كلهم. ما عليك من طفرانين، أنت لا تاخذ من الناس قروش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى. ويقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. دائما استغني عن الناس. تعيش ملكا. تستغني عنهم وتستغني عن منتهم. مو بتروح تسأل هذا وتسأل ذا وتسأل ذا. ولا؟ ولا. حسنات هي في الميزان.